السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا الموديلينج عايزين نبدأ نعمل شوية انوتيشن عشان يبقى اللوحة بتاعتنا جاهزة ونحطها في الشيت، وفي بعض الحاجات بتبقى خاصة بالديزاين وفي حاجات بتبقى خاصة بالشيب درونج. يعني في الشيب درونج بنحط بعض التفاصيل اكتر. طيب ايه الادوات اللي تساعدني ان انا اعمل انوتيشن؟ لو دخلنا هنا في الانوتيت هتلاقي قائمة ادوات تقدر تفيدني، فأي حاجة بتقدر تعملها على الأوتوكاد تقدر تعملها هنا. يعني الأوتوكاد كان عبارة عن إيه؟ أنت بتعمل حاجة 2D، سواء أنت بقى عايز تعمل دايمنشن، سواء أنت عايز تعمل لاين، عايز تعمل ريجن اللي هو الهاتش، عايز تعمل تكست، كل الحاجات اللي أنت كنت تعملها على الأوتوكاد تقدر تعملها هنا بسهولة. على سبيل المثال ممكن تعمل مثلا دايمنشن مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت، واحنا شفنا ازاي نتعامل مع الدايمنشن والمزايا بتاعته وهذه الأشياء في المحاضرات السابقة. مثلا بالشكل دوت. طيب الدايمنشن ده لو انت عايزه ما يبقاش طويل بالشكل دوت تقدر تشيله بالشكل دوت، تمام. طيب عايزه يبدأ من مكان تاني ممكن تحركه من هنا لهنا. طيب عايزه لا الخط كده انت حاسس ان هو طويل في كل الحاجات، ممكن تيجي هنا في الايديت. طيب هتلاقي حاجات كتير جدا تقدر تعدل فيها، تمام. يعني على سبيل المثال مثلا ده الدايمنشن ده هنا مثلا معمول على هيئة كونتينيو. طيب خلينا نبدأ نشوف ايه الفرق بين التلاتة دول. لو انا عندي دايمنشن مثلا زي دوت، ده مكمل معايا على طول، ممكن اقول له طب ايديت، طيب انا مش عايز كونتينيو، انا عايزه بيس لاين. هيعمل ايه؟ هيخلي في خط واحد رئيسي اهو من هنا لهنا كذا، من هنا لهنا كذا، من هنا لهنا كذا، ويبدأ يعملهم لي بالشكل دوت. طيب لا انا مش عايزه بالبيس لاين، انا عايزه بالشكل دوت. ابلاي، هيبدأ يعملوا لك بالشكل دوت. هتلاقيه بيجمعهم مع بعض، ده مثلا كذا ومع ده مع ده بقى 4 متر، زودنا عليه 2 متر بقى 6 متر و7 متر 10 متر وهكذا، تمام. طبعا مش هو ده اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا متعودين عليه اللي هو اول واحد، تمام. هنا الليدر تايب، الليدر تايب اللي هو عبارة عن ايه؟ لو انا خدت الخط دوت من النقطة دي وسحبتها على اساس مثلا ان هما قريبين اوي من بعض، تمام، يبدأ يعمل لي خط كده مثلا. لو عمل خط دوت يخليه ارك ولا يخليه لاين؟ خلينا مثلا نشوف حاجة تكون قريبة من بعض بالشكل دوت اهو، يخليه لاين زي كده، ولا ممكن تقول له لا ده انا عايزها على هيئة ارك، يرسمها لك بشكل ارك زي ما انت شايف. طيب هنا الليدر اللي معمول، هل تخلي فيه زي سهم كده ولا انت عايزه بغير سهم؟ احنا عايزينه هنا بغير سهم. شو ليدر؟ هو التكست موف، لو التكست اتحرك يعمل ايه؟ التيك مارك اني واحد فيهم، التخانة بتاعت الكتابة وهكذا. طيب هنا عندي حاجة اسمها الويتنس لاين كنترول فيكسد دايمنشن لاين، ممكن تقول له جاب تو اليمنت. طيب عايزين نفهم اكتر، هاجي هنا واروح مخرج الخط ده بره خالص، فلاقي ان هو هنا سايب مسافة بين هنا وهنا. لو قلت له ايديت تايب وقلت له لا انا مش عايزها فيكسد، فيكسد دي بديله رقم، بقول له مثلا دي خليها 5 اللي هو الخط دوت، فيبقى قلت له 5، لا انا عايزه مش كده، عايزه جاب تو اليمنت، واقول له ابلاي، اوكي الخط يوصل لحد الاليمنت بالشكل دوت، تمام. حسب ما انت عايز الدايمنشن الخط بتاعه يقف عند الخط ولا يبقى حته قصيره بصفه معينه انت عايزها بالشكل دوت. طيب عندي حاجة اسمها اللاين، اللاين ده بيبقى مرتبط بنقط مش مرتبط بخط، تمام. فلو في حاجة صعبة تتعمل ممكن تعملها من اللاين النقطة دي للنقطة ديت، ولو مجتش معاك بتدوس تاب لحد ما تيجي معاك بالظبط. طيب ليه دي 3.8 ودي 3.9؟ عشان انا جبتها هنا من عند العمود وهنا انا جايبها من عند الحيطة. طيب هنا برضو لو انا عندي حاجة بزاوية اقدر اقول له اسهلي فيقسلها قد ايه. طيب هنا انا عايز يكون عندي حيطة دائرية، خلينا نرسم حيطة دائرية الاول. بالشكل دوت. طيب هروح لانوتيت واروح قايل له انا عايز الراديال، هيجيبها لي بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له لا انا عايزها ديامتر اللي هو القطر كله، فيبدأ يجيب لي ضعف الرقم دوت. طيب ممكن اقول له ارك لينث، ارك لينث يعني ايه؟ يعني هات لي الخط اللي انا عايزه
حدد لي اول نقطه وتاني نقطه، هيقول لي طول الخط اللي انا اخترته ده قد ايه. طيب دي سبوت اليفيشن. زي ما انت شايف كل الحاجات اللي كانت موجوده في الاوتوكاد نقدر نعملها من هنا. هو بقى بيبدا يقول لي هنا ارتفاع الحاجه ايه، تمام. فلو انا مثلا عايز ارسم اي حاجه تقدر تقول له الارتفاع بتاع مثلا الاوضه دي مثلا يبقى قد ايه، مثلا الممر ده الارتفاع بتاعه قد ايه. ممكن تقول له انا مش عايز ليدر، فالمكان اللي انت تحدده تحط فيه بالظبط، تمام. ممكن عندك سلم هنا فتقول له اعمل لي السلم دوت، فيبدأ يجيب لك الارقام بتاعه درجه السلم. هنا عندي اثبوت كوردينيت بيجيب لي الاكس والواي بتاع النقطه اللي انت اختارها. طيب عايزين نقول له مثلا في السلم هنا عندنا حاجه اسمها التريد نمبر، تمام. التريد نمبر اهوت رقم لي السلم، بتقدر تعمل عليه سيلكت اهوت، وتيجي هنا تقول له الترقيم ده انت عايز التريد ولا الرايزر، للحته النايمه او البسطه ولا الحته اللي هي الرايزر اللي هي الطالعه، تمام. يعني هنا مثلا بيبقى هنا مثلا تقريبا مثلا 20 سنتي، مثلا هنا 15، فانت عايز انا واحد فيهم اللي يبدا يعد فيهم حسب الجدول بتاعك. يعني ممكن تكون دي مثلا 28، هنا مثلا 17، وهكذا حسب الحساسيه اللي انت رسمه. الديسبلاي رولز هل انت عايزهم كلهم ولا عايز الارقام الزوجيه ولا الارقام الفرديه بشكل دوت، ولا عايز اول درجه واخر درجه بس. طيب الريفرنس بتاعك هيبقى في الشمال ولا في النص ولا في الجنوب ولا زي ما انت عايز. الاوفست قد ايه، المحاذاه قد ايه، الرقم نفسه ممكن تكبره او تصغره زي ما انت عايز. ده ترقيم لموضوع السلم. وبرضه في السكشن تقدر تديله نفس الحاجة ويبدأ يحط لك الترقيم لو انت حابب. طيب هتلاقي بعد كده الديتيل لاين تقدر ترسم اي خطوط انت حاببها. يعني على سبيل المثال في حاجة انت عايز تضيفها هنا مثلا، تمام، تقدر تضيفها بالشكل دوت. في خطوط مثلا مش ظاهرة معاك وهتقعد تظبط الفيو رينج عشان تبدأ تظهر معاك، فممكن ترسمها خطوط بالشكل دوت. واي خط انت بترسمه بتحدد اللاين ستايل بتاعك. طيب لو انت في عندك حاجة مرسومة وانت عايز تغير الستايل بتاعها، تمام، يعني على سبيل المثال مثلا الخط دوت انت عايز مثلا تخليه هاتش مثلا او حاجة زي كده، اي خط مثلا في المطبخ هنا، طب هعمل ايه؟ يعني انت عايز مثلا تقول دي اللون بتاعها مخفي او حاجة زي كده، فتلاقي عندك هنا اللاين وورك تقدر تختاره وتختار الخط. انفيزابل لاين هتخفيه، ممكن تقدر تشوف خط هاتش مثلا او خط داش، تمام. تقدر تعمل خطوط جديدة. خلينا مثلا نقول له هيد لاين مثلا، عايز تخفي خط مثلا تخليه بالشكل ده متقطع بالشكل ده. طب لو انت عايز تخفيه خالص انفيزابل لاين، علم على الخط هيختفي وهكذا. فالاداه دي توفر على وقت كتير قوي. لو انت طلب منك ان انت تعدل شكل خط معين فتقدر تعدله بسهوله من هنا. طيب خلينا هنا نبص كده، ديت جينيريك انوتيشن مكتوبه، تمام، اللي هو الطول في العرض. طيب دي عباره عن فاميلي مكتوب فيها ال W وال L، تمام. طيب انا عايز بقى اكتب معلومه تانية للغرفه دي، الا وهو نوع الدهان. طب نوع الدهان ده اعرفه منين؟ خلينا نعمل سيلكت على الروم. طيب في هنا اناليتيك سيرفيس، خطوط الاناليتيك سيرفيس، هنخش في في ونخش هنا في الاناليتيك. في حاجات خاصه بالانشاء وحاجات خاصه بالتكييف وهكذا، فانا هخفي الاناليتيك، تمام. دي حاجات خاصه بالسيستم وحاجات خاصه بالسيرفيس وحاجات خاصة بالسبيس. طيب بعد كده عايز اظهر الخطين بتاع الروم مؤقتا اهوت، اقول له انا عايز اظهر ريفرنس والانترفيل. طيب علمت انا على الخط دوت عشان يجيب لي المعلومات الخاصة بالروم. طيب الروم هنا عندك مثلا بيس فينيش
وزرة صغيرة اللي هنا، عندك سيلينج فينيش، عندك وول فينيش، عندك فلور فينيش. طيب انت تقدر تشوف من الجدار بتاعك الفينيش بتاعك هو سيراميك ولا دهان ولا بس خلينا انا هنا مؤقتا بي اف مثلا، سيلينج سي اف، الوول وال لحد ما اعرف ايه هو الفينش اللي هيبقى موجود معايا. طيب انا عايزهم يزاروا معايا هنا اوتوماتيك، يعني في قلب الروم تاج يبقى موجود فيها. فاقول له هنا ايديت فاميلي وابدا اضيفهم. اضيفهم ازاي؟ اقول له هنا ليبل وابدا اعمل سيلكت هنا، وتقدر تضيفهم الاربعه ورا بعض، وتقدر تقول له خلي كل واحد فيهم في سطر. اوكي بالشكل دوت، وتقول له لود انتو بروجكت، وتحدد البروجكت وتقول له اوكي تمام. بس مش هو ده اللي احنا متعودين عليه، اللي احنا متعودين عليه حاجة غير كده خالص. تمام، من كرييت هقول له ان انا عايز ارسم لاين، واقول له ارسم لي مستطيل بالشكل دوت، واقول له ارسم لي خط هنا من السنتر ده للسنتر ده، ومن السنتر ده للسنتر دوت، واقول له كرييت ليبل اهوت، واقول له ده البيس فينيش. وكوبي وانسخ ده من هنا لهنا، وهنا البيس هخليها بدل ما هو بيس هخليها سيلينج. وده هخليه مثلا الفلور فينيش، ودوت هقول له ده خليه الول فينيش. يظهر معانا بالشكل دوت، واي حاجه هتعدلها هنا تتعدل معاك على طول. تقدر تعمل سيلكت وتغير من التاج ده على طول، فده هيظهر لك المعلومه بحيث ان اي حد يمسك اللوحه يقدر يعرف كل الدهانات اللي موجوده هنا وكل الفينش اللي موجوده هنا. وممكن لو انت عندك نوعين من الدهان في الحيطه تكتب الاثنين هنا. تمام، واحنا اتكلمنا قبل كده في سلسله المحاضرات ديت على موضوع كلر في الليجند، يعني مش هنتكلم فيها تاني عشان الناس ما تنساش. طيب عندي اداه جميله جدا اسمها ريجن، ودي صراحه بتحل لي مشاكل كتيره. ممكن يكون مثلا عندك نوع هاتش معين عايز تحطه، تمام، فبدل ما تلاقي محتاج تظبيطه كتير ممكن تحط الهاتش دوت. خلينا ناخد مثلا سيكشن، طيب بنفترض مثلا ان انا عندي الفلور دوت، المفروض ان في اكتر من دهان. طب ظهر واحد بس ليه؟ عشان هنا المفروض يبقى فاين. طيب في غلطه ساعات بتظهر بس هنا ما ظهرتش. ليه بقى ما ظهرتش؟ عشان احنا كنا عاملين الحوايط من اول فلور للفلور، عاملين كل دور الحوايط بتاعه منفصل عن بقيه الحوايط. طيب فرض مثلا ان انا عندي الحوايط دوت مش موجود، انا كده باظ في الشغل. يعني التعديلات بعد ما الشغل اتعمل بتبقى عايز حذر شديد يعني. بس انا هفترض ان انا عندي الحيطه ديت ماشي تاش او مكمله معايا لفوق خالص، اقول له ديتاتش، واقول له ديتاتش اول، اقدر اسحبها بعد كده واقول له ان دي مثلا لحد ممكن نقول له دي لحد الدور العلوي، التن العلوي بالشكل دوت. هتلاقي ان هما هنا الاتنين داخلين في بعض وهنا الاتنين داخلين في بعض. ف ازاي نعمل الموضوع دوت؟ انت اول حاجة ممكن تعملها ان انت تخلي الحيطة تقف عند الفلور، وتخلي كل حيطة الحيطة بتاعتها. او ممكن تستخدم بقى امر جميل جدا اسمه جوين. من موديفاي بلاقي حاجة اسمها جوين، واقول له اعمل لي جوين بين ده ودوت. هو بيفهم ان الحيطة دي هي الاساسي، ان الفلور هو الاساس، وان الحيطه لازم تقف لحد هنا. هنا برضو تقول له دي بين ديت، فهو يبدأ يظبطهم مع بعض. طيب انا ملاحظ ان الحيطه دي مفروض يعني تبدا من عند الفينش. تمام، طيب خلينا نيجي هنا واقول له ايديت تايب، واقول له ايديت. هنا عندي ده استراكشر،
طيب انا اقول له insert the finish وطلع الفينش دي فوق اب، وممكن نعمل طبقة تانية للفينش اللي تحت، الفينش تحت الدان اللي هو يبقى تحت السقف دوت. تمام، خليها فينش وخلي دي تنزل داون 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 اهو. وقول مثلا عندي هنا طبقة، طبعا بيبقى في طبقات كتيرة، بس خلينا نقول ان في هنا مثلا طبقة عزل مثلا، وطبقة تانية للعزل، عزل حراري وعزل للمية وهكذا. طيب خلي دي مثلا تحت ديت. تمام، طيب طبعا لازم تدي أرقام، فهنقول له هنا مثلا دي بوينت وان ودي مثلا بوينت وان، خليها بوينت تو مثلا. تمام، دول كده هيبقوا كام؟ هيبقى بوينت 6. لا احنا عايزين نقللها 0.5. دي خليها 1، بالشكل دوت. طيب هنقول له اوكي، بيقول لي الطبقة اللي هي الثيرمال لازم نديها مقاس. طيب 0.01، ودي برضو هنديها له 0.01. لاحظ ان الفلور دي موجودة في اكتر مكان، فيبدأ يعدلهم كلهم. حاجة هتبقى بالشكل دوت. طيب دي فلور في مكان تاني. طيب دي ممكن نعمل لها مثلا هايد دلوقتي، ونشوف الحيطة ديت. الحيطة دي اصلا مش مكملة مع دي. طيب هقول له edit boundary ونعدلها في الدور بتاعها، الدور التاني. ديت تكمل لحد هنا مثلا. اوكي، طيب نرجع للسكشن، هنلاقيها اتعملت بالشكل دوت. هنلاقي الحيطة فعلا وقفت لحد هنا، والفينش ما بقاش داخل جوه الحيطة، وبرضه الفينش ده مش داخل جوه الحيطة. دي ميزة من مزايا برامج البيم، ان هو بقى فاهم ايه اللي المفروض يدخل جوه الحيطة وايه اللي المفروض يقف عند الحيطة. فالاستراكشر كله مع الحيطة، والحيطة بتقف عند الاستراكشر والفينش بيقف هنا. ده اللي بيحصل فعلا، ان انا اصلا بحط الاستراكشر الاول، وبعد كده بحط الحيطة، وبعد كده بحط طبقة الفينش، فالمفروض الفينش متخشش جوه الحيطة. فهو دي من ضمن المزايا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ده عزل حراري، ازاي ممكن اعمله؟ ايه الرمز اللي ممكن اخده؟ ممكن من انوتيشن اقول له هنا ان انا عايز اعمل انستوليشن بالشكل دوت. طيب ده الويتس قد ايه، القصة قد ايه، هنبدأ نشوفه. طيب زي ما انت شايف هو كبير جدا، فلازم تقف هنا وتقول له لا ده دي مثلا بوينت وان، يجي معاك مظبوط كده. تقدر تشد لحد اخر اللوحة. طيب عشان تعمل العزل بتاع المية، ليه طبعا اكتر من طريقة. ممكن تعملها فاميلي، ممكن تعملها ديتيل لاين مثلا، او هاتش. خلينا نعمل هاتش بالشكل دوت، واقول له مستطيل. وعايز المستطيل دوت، ده هنا بيتكلم عن لاين ستايل، عايز الستايل ده يكون مثلا بلاك. هو اتعمل بلاك. طب لو مينفعش بلاك، بتدخل ايديت طيب وتختار ان هو يكون سوليد، واختار ان هو ياخد اللون الاسود. طيب ممكن بعد كده تقول له مثلا كوبي اكتر من مرة، او الافضل ان انت تقول له اري، على اساس ان انت
حافظ على نفس المسافات. تمام، فانا هقول له الري، تمام، واقول له ان انا عايز على شكل خطي، وهقول له ان انا عايز مثلا عددهم يكونوا مثلا 15، واقول له ان انا هديك، ممكن تديله اول رقم واخر رقم وتبدأ تشوفه. يعني هقول له مثلا ان انا هديك مثلا اول واحد اهوت واخر واحد اعتقد هتخش في رقم 50 مثلا، حاجة زي كده. عملهم بالشكل دوت، لا مش 15، ممكن نخليهم مثلا 40، يبدأ يعملهم لك بالشكل دوت. تمام، الهاتش بقى ممكن تقول له مثلا عايز ريجيا مثلا، وتقول له مثلا دي، وتبدأ تشوف نفس نوع الهاتش ده وتبدأ تحطه هنا، هو اوتوماتيك بيكمل الهاتش ده. طيب الهاتش ده اسمه ايه؟ خلينا نعمل سيلكت تايب واقول له دوبليكيت، وابدا اشوف الهاتش اللي هو قريب منه، اللي هو عبارة عن خطين مثلا. عندي درافت وعندي موديل. الموديل ده اللي هو الحاجة اللي ما بتتغيرش مهما غيرت السايز. الدرافت كل ما تغير السايز الشكل يتغير معاك، فممكن مثلا تختار حاجة بالشكل دوت. تمام، كل ما تمدها هتبدأ الخطوط تظهر معاك بالشكل دوت. عندي برضو في نفس الحاجة في الريجن حاجة اسمها ميكنج ريجن، هو بيلغي الشغل الدرافت. يعني ممكن تيجي تعمل حاجة بالشكل دوت، اوكي تمام، يلغي لك الشغل بتاعك اهوت، الحته دي مثلا انت مش عايز تظهر فيها غلطه، فيها حاجه مش مظبوطه، فيبدا يخفيها لك. تمام، على سبيل المثال مثلا الجزء اللي انت لسه راسمه دلوقتي مش عايز يظهر معاك، فهتعمل له اخفاء. طيب الخطوط كده ظاهره، لو انت مش عايز تظهر الخطوط ديت هتعمل ايه؟ هتقول له edit boundary، ممكن الخطوط ديت كلها نعمل عليها select ونخفيها. تمام، ممكن نخفيها حتى من اللي احنا لسه اتعلمناها اللي هي اللاين وورك، اقول له invisible. فدي بنستخدمها لما يكون الخطوط فيها حاجة مش ظاهرة. ممكن اعمل select edit boundary واعلم على الخطوط كلها واقول له خلي لي الخطوط دي كلها invisible بالشكل دوت. فزي ما انت شايف كل حاجة بيبقى ليها اكتر من طريقة. خلينا نعمل مثلا dimension من هنا مثلا لل هنا لهنا لهنا. بالشكل دوت عشان نشوف الارتفاعات الصافية من غير الفلور هتبقى قد ايه في اللوحة. طيب لو جينا بعد كده هنلاقي كومبوننت، تقدر تحط ديل كومبوننت وديتيل كومبوننت، اي ديتيل عندك تقدر تحطها. ديتيل كومبوننت هتلاقي ظهر لك قائمة تقدر تختار منها الحاجة اللي انت عايزها وتبدأ تحطها عندك في البلان، او ممكن تحملها من بره المشروع. هتلاقي ديتيل كومبوننت كتير جدا، يعني لو قلت له لود فاميلي وقلت له ديتيل ايتم هتلاقي حاجات كتير جدا متقسمة. تقدر دي مثلا علامة البريك لاين بالشكل دوت، تقدر لو انت عايز تعمل علامة بريك لاين بالشكل دوت تقدر تعملها. هتلاقي رموز كتيرة جدا تقدر تستخدمها بحيث ان انت توفر على نفسك الوقت. طبعا ديت بيبقى فيها المكان اللي انت عايز تعمل فيه بريك او تقطع فيه او كده. طيب بعد كده هنقول ان احنا عايزين مثلا تكست. خلينا نقول مثلا الريفيجن كلاود الاول. الريفيجن كلاود بتقدر تعمل مثلا على شكل مربع، ان في هنا ريفيجن كلاود مراجعة بالشكل دوت، ولو قلت له تي جي هيقول لك ان هي مش متحملها فتقدر تحملها. مشكلة الراجل حط الام قبل كلمة قبل الاسم. ريفيجن تاج اهيت، تقدر تحط الريفيجن تاج اللي انت عايزه. ده مثلا على اساس ان هي اول واحده، هتيجي هنا هتلاقي هي مفيش غير واحده بس. طب اضيف ازاي؟
تعالى بص كده في ريفيجن كلاود اهيت، تقدر تضيف اكتر من حاجة، وتقدر تضيف نمرك او الفاباتك، تقدر تغير دي مثلا لالفاباتك. طب هترتب ازاي ومنين في النمرك؟ هيقولك انت تبدأ برقم كام، عايز تكتب كلمة قبليها او كلمة بعديها زي ما انت عايز. تقدر تخلي الترقيم بالعربي بالانجليزي، لو حاجة خلصت مش هترجع لها تاني يعني، خلاص اول ريفيجن ده خلص هتعلم كده بحيث ان محدش يقدر يستخدمها بعد كده. متظهرش انت بقى عايز مين الاشيو تو، هتبعت لمين ومين اللي عملها، وتظهر في كلاود وتاج ولا تظهر في التاج بس ولا متظهرش خالص زي ما انت عايز. بالشكل ده. طيب هنا احنا هنرجع للانوتيت، هنيجي بعد كده هنلاقي عندنا التكست. تمام، لو انت عايز تكتب تكست، عايز تكتب التكست معاها سهم ولا لا زي ما انت عايز، وتكتب مثلا الاسم بالشكل دوت. طيب عايز تخلي مثلا في نقطة فيه، عايز تخلي فيه ترقيم، لو في اكتر من سطر انت ممكن تعمل انتر وتعمل سطر تاني وتالت ورابع. ليه الحاجات، هل انت عايزها بولد ولا عايزها ايتاليك ولا عايزها اندرلاين بالشكل دوت. عايز تكتب كلمة صغيرة مثلا، او يعني ممكن تقول له ايه، خلي دي مثلا اهي ارفعها لفوق زي مثلا تكتب 12، بدل ما تكتب مثلا يوم اول او تاني الرمز نفسه تخليه صغير او كبير الاتجاه بتاعك. طيب نقدر نقول له كلوز بالشكل دوت. تقدر تعمل لها اكتر من نوع من انواع المحاذاة زي ما انت عايز، وتخلي فيه الاسهم، تزود اسهم زي ما انت عايز، وكل حاجة تخليها تشاور على الحاجة بتاعتها بالشكل دوت. او عايز تحذف ممكن تعمل تشيك سبيلينج بحيث يقول لك لو في كلمة مش موجودة في القاموس يبدأ يوريها لك توافق عليها او تعترض. وممكن تعمل فايند لو انت بتدور على كلمة معينة فهو يبدأ يدور لك عليها ويجيبها لك. طيب ده بالنسبة لموضوع التكست. تقدر تدخل هنا وتغير انواع الكتابات اللي موجودة، طبعا في انواع كتير من الكتابات كل واحدة فيها تقدر تعمل عليها سيلكت وتختار اللون وتختار الشكل بتاعها. طيب تاج باي كاتيجوري، هتبدأ تعمل كل ما تقرب من حاجة هو يبدأ يحط لك التاج بتاعتها. بيقول هنا مفيش تاج للوول، هنشوف الوول طيب هو حاطط التاج للوول بس حطها فاضية. حطها فاضية ليه؟ مفيش المعلومة بتاعتها. طيب تعال نشوف في التاج أصلا هو كان طالب معلومة ايه اللي مش موجودة، غالبا هتلاقي الطيب، الطيب مارك بسيطة. تقدر تعمل سيلكت هنا، تختار الول، تدخل ايديت تايب، فين التايب نيم والتايب مارك. التايب مارك اهيت، ممكن تسميها مثلا W1. اوكي، فلو انت عملت تاج على اي نوع من انواع الحتة دي هيبدأ يكتب لك عليها انها W1. طيب نرجع للانوتيت، هتلاقي حاجة اسمها تاج اول. يعني ايه تاج اول؟ يعني انا عايز في الفيو ده احط كل اي باب يحط التاج بتاعه، اي وان تحط التاج بتاعه، اي وول، اي روم، اي ريفيجن. اوكي، يبدأ يحطهم كلهم مرة واحدة وانت بس عليك ان انت تظبط الشكل بتاعهم. طب خليها 1 لـ50 تبدأ بقى كل واحد فيهم تظبط الحاجة بتاعتها، ما تخليش حاجتين فوق بعض كده، وما تخليش حاجة تبعد عن التاج، ما يبعدش عن العنصر بتاعه إلا لو انت حطيت له ليدر عشان تعرف الحاجة دي بتشاور على ايه. تمام، القاعدة دي برضو ممكن تحمل لها التاج بتاعها، ده بلانك فيكتشر، تقول له تاج هيقول لك مش موجود، تقول له يس وتحمل له البلانك فيكتشر بتاعه. تقدر تعمل برضو دايمنشن من هنا لهنا مثلا، وتعمل واحد تاني برضو للأجزاء ديت.
عشان تساعد اللي شغل في اللوحة يوصل للمعلومة اللي هو عايزها بسهولة. زي ما انت شايف كل الحاجات اللي ممكن تعملها في الكاد تقدر تعملها في البيم بسهولة، وتطلع كل المعلومات اللي انت محتاجها بدون اي مشاكل خالص. ودول برضو ممكن تعمل لهم دايمنشن زي ما انت عايز. طيب المعلومة دي، لان الول ده مختلف عن الول اللي احنا كتبنا اسمه، فانت ممكن تيجي تعمل سيلكت كده W2، اي حيطة ثانية W2 هيبدأ يكتب لي عليها. تمام، دي حيطة برضو بس هي في الواجهة بتاعتنا. طيب بعد كده هندخل على الماتيريال تاج. كل ما تقف على حاجة هيبدأ يجيب لك المعلومة بتاعتها. ممكن يكون عندك مثلا كذا طبقة فيبدأ يجيب لك المعلومات بتاعتهم. طيب في نقطة برضو هنا، هو هنا بيجيب ايه؟ تعال نقف هنا الماتيريال تاج، اديت تاج، ساعات بيجيب لك الماتيريال ديسكريبشن. تمام، وممكن تظبط امورك على كده وتخليه يعرض لك الماتيريال ديسكريبشن، او تقول له انا عايز الماتيريال نيم. تمام، حسب ما انت هتشتغل، بس هتشتغل بأي واحدة فيهم لازم تظبطها على الاخر. طيب هنا التكست كله جاي الناحية دي لان هو كان معمول اللي هو بالعربي، فانت ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا لا ده انا عايزها، ممكن تخليها يمين شمال زي ما انت عايز. ممكن تقول له دي مثلا هنا، خليها بالشكل دوت زي ما انت عايز. ممكن تقول له خليها ليفت، هي بتختلف من مشروع لمشروع حسب انت تشتغل عربي تشتغل انجليزي متعود تعمل ايه. تمام، فهو بدأ يجيب لي الماتيريال نيم. طبعا الماتيريال نيم مكتوب اسمه غلط، فانا لازم ادخل هنا اشوف التظبيط الماتيريال نيم. تمام، هنا مكتوب فلور 1، يبقى تدخل وتغير اسم الماتيريال. ده هنا هيعرض لي الماتيريال نيم، اللي كان قبل كده كان بيعرض لي الماتيريال ديسكريبشن، فتكتب الديسكريبشن هنا. تمام، ممكن تركز على دي او تركز على دي، او تخلي الاتنين بيتغيروا مع بعض. تقدر تيجي هنا وتكتب مثلا ده سيراميك او نوع كذا زي ما انت عايز. فشوفنا ازاي تحل المشكلة ديت. ده بالنسبة للماتيريال نيم، ومعمول بشكل قوي وشكل دقيق جدا يعني. طيب بعد كده الروم تاج والروم سبيس اتكلمنا عنهم. تعال نتكلم على الكينوت. ايه الكينوت دوت؟ انت مثلا عندك حاجة فيها وصف كتير قوي، فبدل ما تقعد تكتبها كلها وتقعد توصف، انت ممكن تديله رقم معين، هو هيلاقي عنده كتالوج كده في الماتيريال نوت بتطبعه، تقول له مثلا ان رقم اكس بيعبر عن كذا. طيب خلاني جينا في الكينوت واقول له element، بيقول لي الملف مش تحمل، فبقول له ماشي وابدا احمل الملف الخاص بالماتيريال كينوت. هو هنا بيدور على الفاميلي. طيب خلينا نشوف الكينوت موجوده فين. كينوت اهو. طيب هعمل مثلا كينوت مثلا على الحيطة ديت. تمام، هو اوتوماتيك كانت مظبطة معايا انها واخدة الرقم دوت. تمام، طيب تعال نشوف كينوت تاني على الحيطة ديت برضو موجودة. طيب تعال نشوف مثلا، انا عارف ايه الحاجات الموجودة وايه الحاجات مش موجودة. العنصر ده هتلاقيه غالبا مش موجود، مش موجود، فعشان كده جاب لي القايمه دي بيقول لي اختار الكينوت الانسب ليه. فانت تبدا تشوف ايه الكينوت اللي مناسب ليه. طبعا هنا الكينوت صغير شويه، انما الكينوت اللي بيجي مع الريفت بيكون فيه تقريبا كل العناصر اللي انت ممكن تحتاجها. طيب ايه الفكره بقى من موضوع الكينوت دوت، ازاي بحطه وازاي ما بيبقاش موجود؟ لو انت جيت هنا مثلا على الحيطه ديت ودخلت هنا، اغلب الفاميلي بتلاقي فيها خاصيه اسمها الكينوت اهيت. لو انت كاتبها خلاص هيبدأ يعرض لك الكينو بتاعتها، لو هو مش موجود بتبدأ انت تختارها زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا وتختار عنصر اخر، تختار مثلا ده او ده زي ما انت عايز، تقدر تغير الكينوت. الكينوت هو عبارة عن ملف تكست فاضي خالص، هو انت بتبدأ تشتغل عليه اهو. كينوت سيتنج بيقول لك خلي بالك ان هو مش متحمل، فبتبدأ تحمل ملف الكينوت. هو كان موجود في الريفت 2015، انا شلت الريفت 2015 وشغال على الريفت 25.
انت ممكن تدور على جهازك على كلمة كينوت متريك تكست، هتلاقي ملف التكست دوت، ده اللي انت تقدر تشتغل عليه. تمام، بس للأمانة قليل قوي من المهندسين اللي بيشتغل على الكينوت. تمام، غالبا هما بيفضلوا مثلا ان هو يعمل وصف في ملف منفصل، ملف لوحة هنا مثلا، في لوح بتبقى درافت تكتب فيها اللي انت عايزه، زي ما نشوف مع بعض بعد شوية. في كينوت برضو للماتيريال، في كينوت لليوزر، اليوزر يعمل اللي هو عايزه، يكتب اي اكواد هو عايزها. طيب في هنا بعض الرموز اللي انت ممكن تضيفها، زي مثلا الرمز دوت، تقدر تختار رموز كتيرة هنا، تقدر تختارها وتبدأ تحطها عندك في المشروع. ده اعتقد كان خاص بالروم، كان في كام. طيب زي ما انت شايف الادوات دي كافية جدا ان انت تعمل اي لوحة ديتيلز بالتفاصيل بكل حاجة انت عايزها. لو احنا رحنا على قائمة فيو، هنلاقي عندنا بعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا في التفاصيل، مثلا او ان احنا نعمل لوح تفصيلية او حاجات زي كده. طيب لو احنا جينا هنا على الفيو تمبليت، احنا كنا فيها قبل كده، الفيو تمبليت هتلاقي هنا الفيو تمبليت، تقدر تضيف وتحذف زي ما انت عايز. في العادي بتلاقي الحفظ في مش فعال معاك، هنا ممكن تلاقي الحذف فعال معاك وتقدر تشغل فيه. هنا الفي في خاصة بالفيو ده بس. هنا الفلاتر، الفلاتر دي بنستخدمها عشان ان احنا نعمل فلتر لاخفاء او اظهار او تلوين بعض العناصر، وبقية العناصر بتبقى زي ما هي. انا عندنا كذا نوع من انواع الول، ففي وول معين بس هديله لون معين او هديله تفصيلة معينة، خلينا نتكلم عنها سريعا لانها من الحاجات المهمة. احنا مثلا عندنا في البلان ده مثلا، مش مشكلة خالص تشتغل عليه، ده عندي نوع من انواع الحوايط، ممكن تيجي هنا بقى تقول له ايه في في، هتلاقي فلتر. انا مش عايز الون كل الحوايط، انا عايز الون نوع واحد من انواع الحوايط، فاقول له اد واقول له اديت واقول له انا عايز اعمل نيو، ده مثلا وول. تمام، بيقول لي الول موجودة قبل كده، طب هقول له مثلا وول 01. طيب الول 01 ده انت عايزه يلون ايه بالظبط؟ انا عايز اشتغل على الول، عايز اشتغل على الشباك، عايز اشتغل على الباب، اللي انت عايزه علم عليه. وبعد كده تعالى هنا وحط بقى القاعدة، القاعدة دي التلوين او الاخفاء او الاظهار مش هيمشي غير على الول اللي اسمها التايب نيم بتاعها، وتقدر تختار التايب نيم بتاعها زي ما انت عايز من القائمة اللي هنا. تمام، دي قائمة الحوايط اللي موجودة، فتقول له اللي هي الجينيريك 200 ام ام. تمام اوكي، وتختار الحيطة اللي انت عاملها جديد، وتقول له الحيطة دي مثلا انا عايزها في القط تاخد لون مثلا معين اللي هو اللون الأحمر، وهنا في القط ديت هنديها مثلا لون أحمر مثلا في حالة القط، في حالة إن أنا قاطع فيها. تمام، تقريبا مفيش ولا حيطة من النوع دوت. طيب خلينا نشوف الحيطة ديت، كمثال مثلا لو احنا غيرنا نوع الحيطة ديت قلنا له اوكي، هنلاقي انها واخدة اللون الاحمر. طيب انا هعمل تراجع، هشوف الحيطة دي لون اسمها ايه، دي اسمها 100 mm. طيب في الفي في هدخل هنا في الفلتر واقول له الحيطة ديت اديت، لا ده انا عايزها اللي هي الحيطة 100 mm. تبدأ كل الحوايط اللي بالاسم دوت تاخد اللون الاحمر، وبقية الحوايط ما خدتش نفس اللون، فده كده انا بقدر اسهل على نفسي واميز الالوان اللي انا عايزها. الاداة اللي بعد كده ممتازة جدا، لو انت عامل هيدن لاين في بعض الخطوط مخفية وانت مش عارف هي فين، فتقول له شو هيدن لاين، فيبدأ يوريك الخطوط اللي انت عملت لها اخفاء قبل كده. طيب هنا ريموف هيدن لاين، عندي قط بروفايل، اختار الحاجة اللي انا عايزها وابدأ اقول له ان انا عايز اضيف جزء هنا مثلا بالشكل دوت، واقول له اوكي. هيحصل ايه؟ هياخد نفس الماتيريال اللي هنا ويبدأ يضيفها للجزء دوت، فده بيوفر عليه وقت كتير جدا في التعديل. طيب بعد كده بلاقي عندي ريندر، وفي عندي حاجة اسمها ريندر كلاود، لو انت عايز ترندر على
موقع بتاع اوتوديسك، فمجرد ان انت بتدخل الاسم واليوزر نيم بتاعك ويبدأ يعمل لك الريندر اونلاين. بس هي محتاجة حساب من حسابات اوتوديسك. السكشن اشتغلنا فيه اكتر مره، الكول اوت اللي ممكن انت تعمله على شكل ريكتانجل بالشكل دوت، هيبدا ياخد رقم لما تحطه في قلب الشيت. تقدر تيجي هنا تقول له جو تو فيو، طبعا لما تشتغل هنا هتقول له انا عايزها 51. طبعا الحاجه اللي كانت موجوده هنا اختفت، الحته اللي احنا ضفناها، لان ده كان في 2D بس. تقدر بقى تحط الكتابات والدايمنشن وكل اللي انت عايزه على 1 لـ50، 1 لـ200، انت مسكت ديتيلة معينة وبتزود فيها زي ما انت عايز بالشكل دوت، وتبدأ تحط التاجات بتاعتك وكل حاجة. طبعا الحاجات اللي بتحطها 2D بتظهر في الفيو ده بس، لو انت حاطط 3D هتظهر في بقية الفيوهات. ممكن تقول له سكتش، سكتش بقى يبقى ترسم بقى زي ما انت عايز. طيب في خاصية حلوة اسمها reference other view. يعني ايه؟ يعني انا مش عايز ده، الطبيعي ان الحاجة اللي انا بعملها دلوقتي هتبص على الجزئية دي، انما لا، ده انا عايز ابص على جزئية تانية. ليه انا عايز تظهر على جزئية تانية؟ ممكن اكون عامل ديتيلة بتفاصيل بحاجة جاهزة بكل حاجة، يعني مثلا في تفصيلة مثلا للسبورت بتاع السيلينج، فانت عندك جاهز، فبدل ما تقعد ترسمه لا، هتشاور عليه هو اوتوماتيك، اول ما يبص يروح فتح عليه. تمام، ممكن تعمل يخليه يشاور على حاجة معينة. ممكن تكون الديتيلة اللي انت عاملها دي موجود في اكتر من مكان في المبنى، فبدل ما تقعد كل مره ترسمها تاني وتحطها تاني وتاخدها كوبي بيست، تخليهم كلهم يبصوا على نفس المشهد او نفس اللقطه. فممكن تقول له مثلا خليها يبص مثلا على الديتيل دوت قطع في المحاضره. اوكي، لما تيجي هنا هو محطوط في شيت، فادالك الرقم بتاعه تقول جو تو فيو، فيبدا يجيب لك الديتيل ده بالشكل دوت. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها درافتنج فيو، بيقول لي انت عايز اسمها ايه وعايز السكيل بتاعها قد ايه. اوكي، تبدا بقى تحط، ممكن تحط مثلا لوحه اوتوكاد وتفجرها وتشتغل عليها، تكون عندك الديتيله جاهزه، او تبدا ترسمها. بترسمها بادوات ايه؟ بكل الادوات اللي موجوده في الانوتيشن. ممكن تقول له كومبوننت وتقول له مثلا عايز ديتيل كومبوننت، تبدا تحط الديتيله اللي انت عايزها. طيب برضو من فيو هتلاقي حاجه اسمها دوبليكيت فيو، تبدا تشوف الفيو اللي انت عايزه وتقدر تعمل عليه دوبليكيت زي ما بتعمل سيلكت على الفيو وتقول له كرره لي. انت ممكن تيجي هنا وتخليه يكرر الفيو اوتوماتيك. طيب عندي حاجه اسمها ليجند، الليجند دي فيها تفصيله معينه. ليجند اوكي، ممكن تقول له مثلا الحرف اللي اسمه اي ار هيتساوي كذا، الاس تي هتساوي كذا. وبرده ممكن تجيب ملف اكسل من انوتيت من انسرت، هتقول له انا عايز اعمل لينك كاد، وتبدأ تحط الحاجة، أو الأفضل إن أنت تقول له امبورت عشان تبقى فيه إمكانية إن أنت تفجرها وتشتغل عليها. من أنوتيت هتلاقي الأدوات كلها اللي تساعدك إن أنت تكتب وتعمل كل حاجة. وهتلاقي خاصية حلوة أوي في كومبوننت اسمها ليجند كومبوننت. يعني إيه ليجند كومبوننت؟ يعني اختار أي فايل أنت عايزها، وليكن مثلا الباب، هتلاقي الرمز بتاعه جه معاك جاهز بالشكل دوت. ده في الفلور، ده في الإليفيشن، ده في الإليفيشن العكسي. تمام بالشكل دوت، وكل واحدة منهم بتبدأ تكتب بقى اللي انت عايزه زي ما انت اهو. تكتب مثلا الباب دور وهكذا، تبدأ تكتب الرموز بتاعت كل حاجة انت عايزها. طبعا الحاجات دي تتعمل مرة واحدة، وتاخدها كل مرة في المشروع اللي انت تشتغل عليه. ازاي اخدها من مكان لمكان؟ عندك هنا مقايمة insert، هتلاقي عندك insert from file. insert from file هنا تقدر تدخل الشيتات والسكادولات والدرافت فيو من اي مشروع. يعني تعمل select وتختار اي مشروع انت عايزه، اي مشروع مثلا زي دوت، وتقول له open. هو للاسف المشروع ده كان مسافر على 2020، هيعمله updated، وبعد كده يقول لك كل السكادولات هيت وكل الفيوهات هيت،
اختار اللي انت عايز تنقله من هنا لهنا. بيقول لي مفهوش اي فيو. طيب حظنا كده، تعالى نختار واحد تاني. الفيلا دي مثلا، لو انت عندك سكادول جاهز في اي مشروع تقدر تنقله من مشروع لمشروع من خلال الاداة ديت، او اي درافت فيو او اي ديتيلات. هو هنا بدأ يجيب لي الحاجات اللي اتعملت رندر، شتات تقدر تنقلها، الحاجات اللي بيلاقيها بيبدأ يظهرها لي، في شتات، في درافت فيو، في هو مثلا درافت فيو ده اقول له اوكي فيبدأ يدخله معايا في المشروع دوت. ومن هنا بقول له تو دي الحاجات اللي هي ديتيل فيو يقدر يجيبها لي في المشروع بتاعي وابدأ اشتغل عليها. نرجع بقى لقائمة فيو دي، خلاص خلصنا موضوع الليجند، الاسكادورات كان عنها بالتفاصيل، الشيتات لو انت عايز تعمل شيتات جديدة تمام. طيب في خلينا نفتح شيت كده، اي شيت مثلا كنا احنا عملناه. طبعا اي شيت انت ممكن تعمل شيت جديد وتروح عامل ادراج للحاجة اللي انت عايزها، يعني ممكن تسحب مثلا اي ديتيلة تمام من هنا لهنا. جاب لي رسالة انها موجودة في شيت تاني، فاقول له اعمل لي دبليكيت ليها وابدا اسحبها واحطها في الشيت ام بي تي فيو. بيقول لي فاضيه. طيب خلينا نسحب مثلا حاجه 3 دي بالشكل دوت، نبدا نحطها في الفيو، بس محتاجين ان احنا نظبطها شويه. ممكن نقول له مثلا انها محتاجه كروب فيو مثلا، يبدا يظهر لي. طب اعمل لي الكروب ريجن عشان اقدر اتحكم في ايه اللي يظهر فيها. ادي اكتف فيو وابدا اسحب الفيو بتاعي هنا. اهوت هدخل هنا اقول له اللاين يبقى ظاهر، الكالر يبقى ظاهر، الحاجة كلها ظاهرة تمام. طيب لو انت مثلا عندك لوحة مثلا بتاعت الدور الارضي، هيت مش موجود فيها شيت. طيب خلينا في اللوحة اللي احنا كنا فيها، نعمل شيت، نيو شيت جديد. عايزين مثلا نحط هنا مثلا الدور الأرضي، بس هو موجود قبل كده فهنعمل له دبليكيت. بس هو بيقولك مادام هو نفس الفيو هتحط مرتين ليه؟ فأنا هقول له أنا عايز اسحب دوت احطه هنا. بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تحط ديتيلة صغيرة مثلا معاك، خلينا نروح كده للديتيلات، مفيش اي حاجة مرسومة في الديتيلات عشان كده رافض انها تحط. طيب خلينا نقول ان احنا عايزين الشكل دوت. عايز بقى اظبط المسافات من هنا لهنا والحاجات دي كلها، فاظبط الحاجات دي منين؟ اجي هنا الاقي جايد جريد، اوكي هيبدا يعمل لي خطوط كده بحيث ان انا اتاكد ان هما الاثنين على نفس الخط، وتقدر تخش في في وتقول له اخفي لي الجايد جريد تمام. في في جايد جريد اوكي. طيب دلوقتي لو مسوي الدور الارضي انا عايز اقسمه على 4 حتت، فاجي هنا اقول له دوبلكيت از ديبندد، يبقى انا كده عندي اللوحة دي الاربعة دول اقدر اخليهم 1 لـ50.
وممكن نحتفظ بلوحة تانية على إنها هي اللي فيها الواحد لمية أو واحد لمتين منفصلة عن دي. طيب مجرد إن أنا أقف على واحدة من دول وأخلي واحدة فيهم مثلا واحد لخمسين، هتلاقي كله يتغير بنفس الطريقة. طيب هاجي هنا على أول واحد فيهم وأقول له إن أنا عايز أعمل سكوب بوكس، تمام، وخلينا نعمل سكوب بوكس تاني ويبقى في جزء متقاطع بينهم بالشكل دوت. سكوب بوكس تالت، وسكوب بوكس رابع، بالشكل دوت. يبقى انا كده عندي 4 سكوب بوكس. لو وفع دوت ده هنسميه مثلا سكوب بوكس 1، ودوت هنسميه سكوب بوكس 2، وده هنسميه سكوب بوكس 3، وده سكوب بوكس 4. وهنا مثلا هبدأ اقف على دوت واقول له انا عايز التزم بالسكوب بوكس اللي هو رقم 1، باقي الشغل هيختفي. تمام، حاجه مثلا زي كده ممكن نقولها دي هايد في الفيو دوت. طيب دوت هقول له ده سكوب بوكس 2 وده هيبقى 3، وده هيبقى 4. وده ممكن بقى تخفيه او تصغره في الفيو دوت، مفيش مشكلة زي ما انت عايز. ونبدأ بقى كل واحد فيهم نحطه في شيت منفصل. ده هنبدأ نحط فيه واللي بعده هنحط اللي هو رقم 2، ورقم 4 هنحط فيه، طيب انا عايز احط هنا الاسم بتاعه، فهاجي هنا في الايديت انه ديت هخليها يس. عندي 3 اختيارات، شو تايتل، عايز تظهر التايتل ده لما يكون في اكتر من فيو بورد ولا على طول، ولا لا هقول له عايزه يظهر معايا على طول، يظهر معايا اهو الاسم و واحد على 50 او واحد وكذا. طيب عايزين نبدأ ننظم الموضوع شوية، فهدخل هنا في اللوحة الرئيسية واقول له ان انا عايز احط ماتش لاين بين الاتنين، بيقول لي بيك ابلان او اختار الورك بلان اللي انت تشتغل عليه. خلينا نقول له مثلا ده في الدور الارضي، اوكي، وابدأ ارسم الخط بتاعي من هنا لهنا، ده الماتش لاين بتاعي. وهنرسم ماتش لاين تاني برضو، هنبدأ نشوف المكان اللي هم متقاطعين فيه اهوت. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هاجي هنا على الفيو ريفرنس واقول له ان الجزء ده عايز يشاور على الجزء الاول، يبقى هنا لما يجي حد يبص يعرف ان هنا احنا هنبقى موجودين في الجزء الاول. وبرده كذلك في المنطقة ديت. طيب بعد كده هقول له عايز اعمل برضو الفيو ريفرنس بس ده للجزء التاني، بحيث وانت في الفيو دوت تعرف ان انت المفروض تروح هنا للجزء التاني.
وهنا برضو الجزء الثالث هتيجي هنا هتلاقي ان هو ده بيشاور على الجزء اللي هو دوت تمام، وده بيشاور على الجزء اللي فوق، فتبقى عارف تكملة اللوحة دي موجودة فين. طيب كان في سؤال جه ازاي ازود في السكادول يس اور نو. طيب خلينا نفتح سكادول، عايز اضيف خاصية هنا يس او نو، يعني مثلا هل فيها مثلا تكييف، هل هي مكيفة، هل فيها اشخاص، هل هي شغالة 24 ساعة، اي حاجة يعني. هو ادخل هنا واقول له ان انا عايز بارامتر جديد واسميه مثلا هل تحتاج الى تنظيف مثلا، اي بارامتر. هو كل واحد بيبقى عايز بارامتر حسب الحاجه الخاصه بيه، يعني الباب ممكن تعمل بارامتر هل هو مقاوم للحريق او لا، وممكن تخليها بدل يس او نو تخليها هيقاوم كام ساعه تمام. فهنا هتلاقي حاجه اسمها يس اور نو تمام، وتقول له اوكي فيبدأ يزودها لك، تبدأ تختارها يس او نو زي ما انت عايز.